ركلة ركنية لصالح العين لكن تعود سهلة. وجون صعوبة لاعبي العين في عملية التقدم والاقتراب من مرمى الجندل. هنا الآن انطلاقة فرصة خطيرة معاكسة التسديدة خطيرة الكرة الماضية. أول تهديد حقيقي من جانب الجندل على مرمى العين لكن تصدي ممتاز من جانب سلافيتش في الكرة الماضية. هنا الإعادة هنا الانطلاقة هنا البداية هنا المحاولة هنا التسديدة لكن سلافيتش أبعد فرصة محققة. التسديدة والمحاولة كانت من جانب عبد الله معتوق في اللقطة الماضية لمصلحة الجندل. عبد الواحد النخلي لكن الكرة تبعد تعود في المنتصف. تمريرة على جهة اليمين عند عمر الراشد. عمر في محاولة تمريرة تسديدة خطيرة. الجندل أخطر الجندل لصالحه بهدف مقابل شيء. كذلك في المباراة الثانية العين هو من رد على الجندل في المباراة الدقائق الماضية. كرة في المنتصف تمريرة طويلة على جهة اليمين عند عبد المجيد الثبيتي. تعود المحاولة عرضية لكن سهلة تعود إلى حرس تمريرة إلى الأمام محاولة انطلاقة فرصة خطيرة لمصلحة الجندل. مرور أكثر من لاعب ثم التسديدة. المحاولة ما زالت قائمة لكن الإبعاد يأتي في اللحظات الأخيرة. أذكر بأن الفريقين الجندل تواجد في مركز العين والجندل في مباريات الجولة السابعة. هنا فرصة انطلاقة محاولة عمر الراشد في عرضية لكن بعيدة بعيدة في لمسة يد على لاعب الجندل عبد الله معتوق. هنا الإعادة ولمسة اليد على عبد الله معتوق. كان هناك احتجاج من جانب عبد الله معتوق في المنتصف. محاولات الآن من جانب الجندل بحث عن هدف أول ليعتقد بأنه هو الأقرب من العين في تسجيل الهدف الأول. ربما هنا يأتي الهدف لكن الإبعاد يأتي متأخرا إلى خارج أرضية الملعب. يرمي الجانبية الكرة تبعد وتعود في منتصف الملعب. كرة على جهة اليمين انطلاقة ومحاولة فرصة خطيرة الآن لمصلحة العين. تمريرة ومحاولة ربما الفرص الأولى لمصلحة العين لكن الإبعاد يأتي إلى خارج أرضية الملعب. انطلاقة فرصة معاكسة سريعة على جهة اليسار عند عمر راشد. عمر مر نجح عرضها لكن بعد ممتاز من جانب الدفاع من بالنسبة للفريقين. هنا الإبعاد تعود المحاولة ما زالت مستمرة لمصلحة العين. تمريرة إلى الأمام فرصة مقطوعة تعود الكرة في منتصف الملعب الصافرة وخطأ ذار الوقت المضاف ليعتقد بأنها من 3 إلى 6 دقائق. نعم 6 دقائق الوقت المضاف هنا رأسية لكن تعود إلى حارس المرمى الحارس أمام عمر. تعود من جديد المحاولة لصالح الجندل يحول الكرة من اليمين لليسار يغير مسار الفرصة
الكرة ما زالت والتسديدة، لكن هذه المرة في القائم. ما زالت الكرة خطيرة رأسية والإبعاد، فرصة ما زالت خطيرة على مرمى العين، لكن تنتهي إلى خارج أرضية الملعب، تنتهي إلى خارج أرضية الملعب. هنا المحاولة الأخيرة، هنا التسديدة اللي اصطدمت في القائم، أخطر فرص الجنة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عودة مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. شوط المباراة الأول أنت بالتعادل السلبي بدون أهداف في أولى محاولات الجندل. الجانبي خالد مداد على عمر راشد في اللقطة الأخيرة. عموما هنا الكرة، التمريرة، المحاولة على جهة اليمين، فرصة لمصلحة الجندل، استلام من جانبي محمد صلاح ثم رأسية خطيرة، المحاولة ما زالت قائمة، لكن الإبعاد يأتي من جانبي فعات العين، فعلوا كل شيء من أجل إبعاد الخطر عن مرماهم في اللقطة الماضية. عموما ركلة مرمى، هنا الكرة انتهت إلى خارج أرضية الملعب في خطورة كانت. الآن لم نشاهد أي ردة فعل، أي محاولة، أي رد من جانبي العين في الدقائق الماضية. عموما هنا المحاولة مستمرة، تسديدة خطيرة، لكن سلافيتش حصل في المباراة من سيطرة من جانب العين في شوط المباراة الأول، لأن الجندل هو الأخطر والأقرب إلى التسجيل. كرة وتمريرة على جهة اليمين، محاولة لمصلحة العين، أوكي حق الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لاعب واقع أرضية الملعب اللي هو بتال الحارثي. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة المشتركة. الكرة إلى الأمام، تمريرة، محاولة على جهة اليمين، لكن مقطوعة من جانبي حسن ربيع. تعود خطيرة، فرصة عمر راشد، تسديدة لكن بعيدة، فيها شيء من الرعونة. هنا التسديدة والمحاولة، لكن إبعاد. فاز بهدف مقابل هدف أمام الأهلي في نتيجة كانت المفاجأة ومفاجأة الدور الأول من البطولة، أخرج الأهلي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتالي عنده لقاء مهم جدا مع الاتحاد، ورأسية بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. أول محاولة صريحة من جانب العين على مرمى الجندل إلى إبراهيم، يعيدها إلى سلافيتشا ثم إلى محمد صلاح من جانب الجندل، مقطوعة تعود الآن لمصلحة العين، ومحاولة التسديدة لكن تصدم في دفاعات الجندل. كرة وتمريرة ومحاولة عند عبد الله معتوق، لكن تدخل إبعاد، تعود لمصلحة العين في المنتصف. أعتقد بين الفريقين
في عناد مستمر بخصوص نتيجة المباراة. حتى الآن التعادل السلبي قائم. القرار النهائي من حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفي ار. هنا إعادة في أكثر من زاوية، لقطة بصراحة صعبة شوي وغير واضحة المعالم، وبالتالي حكم مباراة يطالب بإعادة اللقطة في أكثر من مرة من أجل التأكد قبل إعطاء القرار النهائي بخصوص هذه اللقطة. ما زال حكم المباراة يريد التأكد. إذن ماذا سيقول حكم المباراة بخصوص اللقطة؟ دقة صفراء. خطأ قريب المرمى العين، ونحن نعيش في اللحظات الأخيرة، وهنا التسديدة لكن بعيدة 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 تماما كل البعد إلى خارج أرضية الملعب بعيدة. سواء العين أو الجدة، لكن تخيلوا بأنه فرصة خطيرة ربما فيها من الهدف. شرحيلي في محاولة انفراد تام أمام المرمى لم يستغل هذه الفرصة خطيرة، المحاولة أمام المرمى لكن بعيدة بعيدة بعيدة، وإن كانت قريبة لكن بعيدة المحاولة. جانب الجندل فرصة خطيرة، عمر راشد في محاولة أمام المرمى، عرضية راسية خطيرة في هدف أو لا؟ راح نشوف حكم المباراة هل يبدو لي بلعب هدف. هدف أول لمصلحة الجندل براسية من جانب عبد الله معتوق. أخيرا تمكن الجندل من تسجيل هدف الأول في اللحظات والدقائق الأخيرة. هدف يأتي في الوقت الصعب، نعم يأتي في الوقت الصعب بعد نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني. هنا العرضية ثم رأسية، نعم دخلت في المرمى، دخلت بكامل محيطها، وبالتالي هدف صحيح من الإعادة. واضح بأن الكرة دخلت المرمى، بالتالي هدف السابع في حال انتهت المباراة بهذه النتيجة. بالتالي هي نقاط مهمة. طويلة أمامية بعيدة، بالتالي تبعد الكرة معها. لك الحكم سلطان العتيبي عن نهاية شوط المباراة الثاني، والمباراة بفوز للجندل بصعوبة أمام العين، وبالتالي الجندل يحققون الانتصار الثالث بعشر نقاط، وبالتالي يتحسن مركزهم في هذه الجولة، بينما العين يبقى بنفس الأوضاع بنفس الحال في المركز الرابع عشر في مركز متأخر. إذا مشاهدينا الكرام